النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس، وسالت أجواء حارة نسبيا فوق المناطق الجبلية العالية، بينما كانت شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة، تحديدا منطقة الأغوار، بحر الميت والعقبة، وأيضا عموم المناطق الصحراوية. نبدأ نشرتنا باستعراض لخرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم. تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا خلال يومي الجمعة والسبت، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد، لتصبح درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن يستمر الطقس حار نسبيا فوق المناطق الجبلية العالية، بينما تكون حارة في المناطق المنخفضة، منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة. يوم الاثنين تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، يستمر الطقس حار نسبيا، صيف اعتيادي بشكل عام في عموم مناطق المملكة. أما ليلا تنخفض درجات الحرارة ليسود الطقس معتدل فوق المناطق الجبلية والسهول، لكن دافئ في منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة، وأيضا المنطقة الشرقية والبادية. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة: طقس صافي مع 25 درجة مئوية، الملموسة 25، الرطوبة حوالي 60%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة: يوم السبت 33 درجة مئوية حرارة عظمى، الصغرى 21، يوم الأحد تنخفض درجات الحرارة لتصبح وتعود حول معدلتها مثل هذا الوقت من العام، 30 درجة مئوية حرارة عظمى، أما الصغرى 20، ولا تغيير الحالة الجوية خلال يوم الاثنين مع تسجيل 30 درجة مئوية حرارة عظمى، أما الصغرى 21 درجة مئوية. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة ليوم السبت نبدأها من المنطقة الشمالية: المفرق 26 إلى 21، إربد رياح نشطة مع 35 إلى 22، جرش 35 إلى 23، وعجلون 33 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الوسطى: الزرقاء 36 إلى 23، عمان 33 إلى 21، البلقاء 34 إلى 22، مأدبة 35 إلى 21، والبحر الميت 41 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية: الكرك 34 إلى 21، الطفيلة 35 إلى 21، الشوبك 32 إلى 21، معان طقس حار 35 إلى 24، والعقبة 44 عفوا إلى 31 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية نبدأ من الأزرق: أتربة مثارة مع 40 إلى 23، الصفوي أيضا أتربة مثارة مع 40 إلى 21، ورويشد 41 إلى 24 مع رياح نشطة وأتربة مثارة خلال ساعات الظهيرة والعصر. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.